الرحمن الرحيم، على بركة الله وتوفيقه تعلن انطلاقة شوطنا السابع في مجمل انطلاقاتنا لهذا اليوم المخصص لسن الحقائق القعدان ومسافة الاثنين كيلو متر هي الحاضرة معنا في هذا اليوم. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسماء عديدة في هذا الشوط وشعارات زاهية تزين أرضية هذا الميدان إلى مقدمة الشوط وصدارة الشوط. من يسيطر على الأمور عاني على المركز الأول والانطلاق والاندفاع، علي بن حمد بن هادي المري يسيطر على انطلاق المركز الثاني. هنا القدوم من عزام لسيد غصاب بن جلهم بن ابراهيم الدوسري على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل شعار بن طحنون مبعد لسيد فيصل بن طحنون الهاجري على المركز الثالث والمركز الرابع. علي بن سعيد بن راية المري على المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، القدوم والمتسلل اللي غير بدوره الى سيد مهيض صنها بن بندر الدوسري مشاهدينا الاعزاء، لكن انخطف من اللي غير وانتقل سحاب للسيد محمد بن معيض بن المسافري، لكن نعود مع المقدمه والصداره. الله اللي يسيطر على الامور في المقدمه، عاني علي بن حمد بن هادي المري مشاهدينا الاعزاء سيطر على الامور في المقدمه، لكن القادمون مهيض صنهات بن بندر الدوسري قادم على المركز الثاني مع مهيض المركز الثالث. حامل رقم 29 السحاب لسيد محمد بن معيض بن عايض المسافري على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا القدوم المتسلل مشاهدينا الكرام، مولع راشد بن محمد بن ديله المري والمركز الخامس. فيصل بن طحنون الهاجري يا سلام، لكن القادم والمتسلل اللي غير بدوره وانتقل اشقر سيد فرحان بن منصور السرحاني البلوي، والقادمون يا سلام، لكن نعود مع المقدمة. معلم فرد بروحه انطلق انطلاقة الناموس سيطر على الأمور. مهيض يا مهيض صنهات بن بندر الدوسري مشاهدينا متابعينا الكرام يقود المشاركين يسيطر على الأمور، لكن القادمون مولع مولع مولع. السيد راشد بن محمد بن حزام بن ديلة المري قادم مركز ثالث. عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي قادم والمركز الرابع. مشاهدينا الكرام، السيد بدر بن مطلق بن مسعد العتيبي ايضا شعار بن راية قادم، لكن نعود مع الاثنين اللي فردا انطلقا على الصداره. يا سلام ما بين شعار بن ديله وشعار مهيض بندر دوسري، يا سلام ما بين الاثنين، لكن اللحظات الاخيره غير بن ديله المري مولع يا مولع، حسم الشوط من صالحه. تهانينا والناموس راشد بن محمد بن حزام بن ديله المري المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الاعزاء للسيد محمد بن عايض صنهات بن بدر الدوسري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب شعار السيد عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي، لكن نرجو الإعادة اللي فيها الإفادة من مخرجنا العزيز حتى نتعرف على الخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين معنا في هذا اليوم، يوم الثاني لسن الحقائق. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه إعادة الحاصلين على المراكز المتقدمة. المركز الأول كان من نصيب مولع راشد بن محمد بن حزام بن ديلة المري 3 دقائق 4 ثواني 52 جزء من الثاني. تهانينا والناموس حلت في المركز الثاني اللي حل في المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الاعزاء شعار السيد صنهات بن بندر الدوسري مهيض التوقيت الزمني 3 دقائق 5 ثواني 92 جزء من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثالث اللي حل في المركز الثالث. دايم على قطع الخرايم مشاعيب يا مكتب. نعم سيد عبد الله المركز الثالث لسيد بدر بن مطلق بن مسعد العتيبي توقيت الزمني 3 دقائق 9 ثواني و5 أجزاء من الثاني. حل في المركز الرابع للسيد عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي. المركز الخامس حمى سيد علي بن سعيد بن راية البريص المري توقيت المركز الرابع 3 دقائق 9 ثواني و6 أجزاء من الثاني. تهانينا الناموس عبد الرحمن بن سلمان بن حمد. المركز الخامس كان من نصيب عبد الله بن عبد الهادي بن حمد المري 3 دقائق 9 ثواني و11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين معنا في هذا اليوم، حظا أوفر لمن لا وهو من حظ.